يذكرون يعني فائدة نكتة علمية تدل على يعني رحابة الصدر في النقاش والحرص على معرفة الحق، أنه تناظر الشافعي الإمام محمد بن إدريس مع الإمام أبي عبيد القاسم بن سلام رحمه الله تبارك وتعالى في هذه المسألة، فقال الشافعي: القرء هو الطهر من الحيض، القرء هو الطهر من الحيض. وقال أبو عبيد القاسم بن سلام: القرء هو الحيض وليس الطهر من الحيض. فتناظر تناقش، فبدأ الشافعي يدلي بأدلته وبدأ أبو عبيد يدلي بأدلته، فلما قال كل واحد منهم ما عنده قال أبو عبيد القاسم بن سلام: رجعت عن قولي، يعني اقتنعت بقولك أن القرء هو الحيض، أن القرء هو الحيض. فقال الشافعي: وأنا أيضا رجعت عن قولي واخترت قولك أن القرء هو الطهر من الحيض. فكل واحد تبنى قول الآخر. فهذا يدلك على أمر، وهو أن كل واحد منه كان يريد الحق، وأنه يعني ترك قوله لقول صاحبه لأنه ظن أنه الحق فتبناه. وهذا أيضا في إنسان لا يتعصب لرأيه، لا يتعصب لرأيه، كما قال الشافعي رحمه الله تعالى: قولي حق يحتمل الخطأ، وقولك خطأ عندي يعني يحتمل الصواب. على كلٍ،